اللي احنا قلناه ده انت وانت وكلكم في الاسرة بتلعبوا دور كبير ورا مأساة هتحصل للولد ده. ماشي، عرفت. المأساة انا ما تكونش فاهم العملية، ما تكونش فاهم يعني ايه جراحة سمنة بتكنولوجيا متقدمة. وده السؤال اللي بيفرض نفسه في المنشيت، مهم جدا. الدباسة الذكية، منشيت شديد الأهمية، لازم نركز فيه النهاردة بالتفصيل مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة وأحد سوبر ستار هذا المجال والمبدعين في عالم جراحة السمنة، اللي بيمتعني بأسلوب دقيق في الشرح وحوار خارج الصندوق التقليدي، الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين. وأنت اللي بتعمل العملية؟ آه طبعاً أنا اللي بعمل العملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت إن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك إن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه، لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أن يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الدقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام، كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. أنا عايز الدباسة الذكية، وكأن الدباسة الذكية دي هي طلب قبل ما تكون عملية. السؤال ده مهم جدا، وأنت جاي تختاري دباسة ولا أنت عايزة عملية؟ انت بتختاري دكتور، ما بتختاريش دباسة. انت بتختاري دكتور ازاي يقدر يتعامل مع الحالة المرضية، ازاي يوصلك لحلمك انك تخسي. التكنولوجيا ليها دور في عمليات السمنة، ده اكيد. قللت من مدة العملية، زودت من السيفتي، امان العيان. فاحنا قبل ما نسأل على التكنولوجيا، المفروض ان احنا نسأل على الدكتور، الخبرة اللي هيقدر يستخدم فيها التكنولوجيا دي لصالح العيان. مفيش حاجة اسمها أنا عايز الدباسة الذكية هي دي اللي أنا هعمل بيها إطلاقاً. اديني أكشن. منشط دكتور وليد إبراهيم. منور دكتور وليد. الله يخليك. وحشني والله العظيم. خلينا نبدأ بسؤالي لك، سؤال يعني أنت استلهمته من كلامك. أنا رايح أعمل عملية جراحة سمنة، لو أنا عندي سمنة مفرطة، هل انا بسال على الدكتور ولا بسال على الدباسه؟ انت قلت كده. اه، هو انت يا راح الدكتور ولا راح الدباسه؟ بس ده مش معناه ان انا بغفل دور التكنولوجيا. بس فين دور التكنولوجيا؟ معلش انا اتلخبطت بامانه، اتلخبطت. هل انا معنى الكلام ده ان انا اهتم قوي بالدباسه وشكلها، ولا اهتم بالدكتور؟ اكيد ههتم بالدكتور. طب معنى ان انا اهتم بالدكتور ان انا خلاص اشتغل باي دباسه والدكتور عندي ماشي بمبدا الشطره تغسل برجل اي حاجه؟ هو مين اللي هيستخدم الدباسات او مين هيستخدم الالات؟ مين اللي هيبقى عنده الخبره انه يقدر يتعامل مع الحاله؟ هو مين اللي هياخد قرار العمليه؟ مين اللي هيحدد نوع العمليه؟ تحديد نوع العملية هو قرار مشترك ما بين الدكتور وما بين العيان، بس أكيد في تقييم وفي إيفاليويشن للحالة. وناس كثيرة قوي، واتكلمنا احنا عن الموضوع ده قبل كده، طلبت الساسي لمجرد ان هي بدأت تتعرض في السوق ان في عملية اسمها ساسي، بغض النظر
عن هل هي معترف بيها دوليا او مش معترف بيها، وقلنا ان هي مش معترف بيها دوليا لغايه دلوقتي. فبدات ناس كتيره تتكلم على الساسي، لان في بدات ناس تروج لعمليه الساسي ان فيها مميزات هي على ارض الواقع مش موجوده، هي تحت الدراسات كلها. ونفس القصه كتسويق تجاري استخدام الالات والدباسات، هو الجونيورز بيبداوا يلفتوا ويعملوا اتنشن، يزودوا الانتباه عن طريق انه يبدا يستخدم الفاظ في العمليه، او انه يستخدم وسائل جديده عشان يبقى فيه نوع من انواع لفت الانتباه، تسويق. تسويق بغض النظر عن الواقعيه اللي بتحصل. واحنا لو اتكلمنا على مهنه الطب في حد ذاتها، هي علاقه ما بين دكتور وما بين مريض، زي اي علاقه الى حد ما تجاريه. يعني في هو الطب ليه كاستمر، زبون بيبقى عايز سيرفيس، واللي بيقدم السيرفيس دي الدكتور، بس تحت اطار طبي، تحت معايير طبيه. وبالتالي الدكتور وخبرته هي المعيار الاساسي لاختيار مين اللي هيعمل العمليه. ده بيبقى في المقام الاول في اختيار الدكتور. بعد كده التكنولوجيا، مين اللي هيقدر يقول انا هستخدم الدباسه دي او هستخدم الدباسه دي، وهل لمجرد مثلا ان في دباسه جديده اتعملت، هل ده معناها ان هي تقلل الاعراض الجانبيه، او ان هي خلينا كلمه ادق تمنع عرض جانبي؟ يعني لما اقول ان توصلنا لدباسه بتمنع حدوث التسريب بنسبه 100%، ما هو ده المنطوق اللي الناس بتتكلم بيه على الدباسات الجديده. طيب ده من الناحيه التجاريه، اوكي انا موافق على الكلام ده، بس هو من الناحيه الساينتفك، من الناحيه الطبيه، هل ده موجود على ارض الواقع؟ لا طبعا. التكنولوجيا لها دور زي ما احنا قلنا في الفيديو، التكنولوجيا لها دور انها هتقلل من الاعراض الجانبيه، بس في الاول والاخر المعيار اللي نقلل بيه الاعراض الجانبيه هي الاكسبيرينس او خبره الدكتور في التعامل مع الحاله. التعامل مع الحاله مش مجرد ان احنا بنخش وندبس ونقطع جزء من المعده عشان نعمل تكميم، او ان احنا نعمل تحويل مسار على، طب ده كلام، انما هو فين تقييم الحاله من الاول، الحاله المرضيه، لان احنا في الاول والاخر بنتكلم في طب، يعني هيستوري من العيان، تاريخ مرضي، بنتكلم في السكر، طب السكر من النوع الاول ولا من النوع الثاني، وبياخد ادويه من امتى، الديوريشن بتاع الادويه، الضغط بياخد ادويه قد ايه. ففي نواحي طبيه درسناها على مدار 25 او 30 سنه، وبعد كده بيبدا اتخاذ القرار ما بين الطبيب وما بين العيان اللي على اساسه يوصل لاحسن نتيجه. وبعد كده بتبقى في مرحله تانية، الا وهي الاتموسفير اللي جوه اوضه العمليات، وده اللي هو البيئه العامه اللي جوه اوضه العمليات، اللي بيبقى مسؤول عنها بصوره 100% هو الجراح. البيئة العامة نقصد بيها فريق العمل، فريق العمل بالتخدير، اللي ماسك المنظار، اللي ماسك باستخدام الدواء. انهي دباسة، باستخدام انهي نوع من الغيارات في الدباسة. الكلام سهل، بس تطبيقه على ارض الواقع هو كل اللي بياخد القرار ده كله هو الجراح. فلازم يبقى فيه كومباينيشن، لازم تكنولوجيا عالية جدا في جدا بس لا يمكن الدباسة هي اللي هتسوق، لا يمكن الدباسة مش هي اللي بتشوف. يعني على سبيل المثال النوع ده من الدباسات اللي هو فيه ارتفيشال انتليجنت، ارتفيشال اللي بنسميه الدباسه الذكيه، اللي هو فيها نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. طب الذكاء الاصطناعي في انهي صوره؟ ما هو برضه نبقى فاهمين الذكاء الاصطناعي في انهي صوره، الدباسه طلعت بالمنظر ده ازاي.
هي عندها القدرة ان هي تشوف سمك الأنسجة وبالتالي تحدد لك من نوع الغيار. طيب احنا لو اتكلمنا من 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 20 سنة لما كنا في طلبة في كلية طب واثناء دراسة الأنسجة للمعدة بنبقى عارفين ان المعدة بتبقى اكثر سمكا في الجزء السفلي، وبعد كده السمك بتاع المعدة بيبدأ يقل تدريجيا لغاية لما نوصل لقبة المعدة، فهو كلام مش جديد. وعلى أساسه قامت الدباسات العادية، فلون الغيارات بيختلف من جزء السفلي للمعدة، لازم تبقى الدبابيس حجمها أكبر، عن كل ما نطلع لفوق نوع الدبابيس بيختلف في الحجم بيقل، ده نتيجة للدراسات اللي اتعملت قبل كده. فكان نوع من أنواع التسويق التجاري العالمي إن يبقى فيه دباسة تقوم بالقصة دي، على أساس بين قوسين إن الجراح مش عارف، وده كلام مش مظبوط. فالدباسات دي طلعت كنوع من أنواع الترويج لسلعة معينة في مجال طبي، في نوع من أنواع الكوميرشال والمنافسة بصورة كبيرة جدا. المانشيت اللي ما احنا حطينا الأسئلة دايما اللي احنا بنسمعها من العيانين. احنا فعلا الناس بتيجي تسأل تقول اعمل لي بالدباسة الفلانية او الدباسة الفلانية، بغض النظر عن ذكر الاسم، لان هي شركة واحدة اللي نزلت الدباسة دي، واحنا ما بنقول ان هي رائعة ومميزة، بس فيها نوع من أنواع الإكسبنس ممكن يكون عالي جدا، ممكن يكون ليها احتياجات لبعض المرضى. يعني ممكن نتكلم في دباسة زي دي لدكتور جونيور مش عارف سمك المعدة، فهو الدباسة اللي هتقول له والله لا ده انت ممكن تحط الغار الأولاني هنا أخضر، ده على أساس إن هو لسه بيعمل أول مرة تكميم أو تحويل مسار، أو لدكتور بروفيشنال في حالات الإصلاح، لأن الأنسجة اتغيرت بتبقى متغيرة لأن اتعمل فيها عملية قبل كده، في تليف حصل، زاد سمكها، تلتهبت لفترة طويلة فالسمك زاد، وده اللي ممكن يحصل لو جراح مش محترف اتعامل مع حالة من حالات الإصلاح، لأن أنسجة أولاً بيبقى رقم واحد الدخول للبطن في حالات الإصلاح بيبقى صعب جداً، لأن بيبقى فيه التصاقات ناتجة عن العملية الأولى، فلازم الالتصاقات دي تتفك كلها. يعني إحنا في بعض الحالات، وهنتكلم في الحلقات الجاية عن حالات الإصلاح اللي إحنا عملناها وبالفيديوهات، إن إحنا ممكن نسلك الالتصاقات دي في ساعتين ونعمل تحويل مسار في نص ساعة، بيبقى فيه التصاقات عنيفة جدا، وبعض الناس التصاقات الحالات مختلفة عن بعضها، وده ناتج من العمليات الكتيرة اللي احنا عملناها. في ناس بيبقى عندها قابلية ان يحصل التصاقات بصورة عالية جدا على الرغم من العملية الأولى، سواء كانت تكميم أو تحويل مسار معمولة بالمنظار، وفي ناس ممكن يحصل لها زيرو التصاقات. فاحنا دايما لما بنخش بنبقى متأملين خير ان ما يبقاش فيه التصاقات، بس بنسبة كبيرة بيبقى فيه التصاقات، فالالتصاقات دي تاخد وقت. طب بعد ما بنعمل الالتصاقات دي بنبدأ نشتغل على المعدة في حالات الإصلاح. سمك المعدة بيبقى مختلف عن السمك الطبيعي، وده نتيجة لأنه عامل عملية قبل كده، وبالتالي بنحتاج نوع من أنواع الدبابيس والدباسات مختلف عن لما نعمل عملية بنسميها فيرجن، اللي هو معدة لم تمس من قبل، لو أول مرة واحد يعمل تكميم أو أول مرة واحد يعمل تحويل. لما في عمليات الإصلاح سمك المعدة بيبقى مختلف تماما، فمحتاج نوع من أنواع الخبرة العالية جدا في اختيار الغيارات. في الأحوال دي ممكن ساعتها نلجأ للتكنولوجيا اللي هي في صورة الدباسة اللي تحدد لي نوع الغيار، بحيث إن هي توفر عليا وأبقى أنا متأكد إن الغيار ده مظبوط، فهو متدبس بطريقة مظبوطة. يمكن الفيديو اللي فات اللي احنا شفناه هو بيبين ان الدبابيس الايديال المثالية بتبقى نازلة بصورة منتظمة، وبيبقى عندها ان الدبابيس كلها تنزل
وبعد كده تروح تحس انها تقفل الجزئين، الجزء العلوي من المعده والجزء السفلي من المعده. وفي نفس الوقت الدباسات بتختلف بعضها عن بعض في حاجه مهمه قوي، ان في الاول بيحصل ما بنيجي نمسك على الانسجه بالدباسه زي ما باين في الـ في الـ في الفيديو، ان في الاول بيحصل نوع من انواع الكومبريشن، الضغط. الضغط الضغط ده بي 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 بيرفع الانسجه، لانه بيزق الميه اللي موجوده في الانسجه يمين وشمال والقدام. ده مختلف من دباسه للتانيه، ومختلف من نوع دباسه لنوع دباسه. طب الكومبريشن ده مهم، الكومبريشن ده مهم جدا، لان هو بيقرب الانسجه من بعضها وبيزق الميه في جميع الاتجاهات، فبيعمل حاجه ممكن تكون ملحوظه واحنا جوه اوضه العمليات، انه بيقلل نسبه حدوث النزيف بعد العمليه. يمكن الدباسات برضو الذكيه والدباسات الجديده اللي فيها artificial intelligence عندها القصه دي اقوى من الدباسات القديمه، بس ما يظهرش البنفيت بتاعها. دي الحته اللي انا بتكلم فيها، ان الدباسه من عوامل الناجحه فيها ان هي تزق الانسجه، تزق الميه في جميع الاتجاهات، فتعمل كومبريشن او تعمل ضغط للانسجه فتقربها من بعض صوره كبيره. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا في الدباسه كنوع من انواع السيفتي، ان الدبابيس تنزل بصوره منتظمه وريجولر، وان هي ما تلفش وتروح ملفوفه بطريقه سليمه زي ما جايه هتيجي في الفيديو. يعني ده الفرق بين هو شايف الدبابيس دي الدبابيس الايديال، والناحيه الثانيه كانت الدبابيس نازله انتربتد او نازله مقطعه او مش مظبوطه. ده بيبان مع خبره الجراح وهو بيدبس بيحس، لان هو زي ما احنا قلنا قبل كده، هي الايد واحده بتدبس، ايد واحده هي اللي بتفتح، ايد واحده هي اللي بتقفل، عين واحده هي اللي شايفه مع التيم. وبالتالي حتى حركات الدباسه بالتدبيسه الطريقه القديمه المانيوال بيبقى في احساس بالانسجه وانت بتدبس، بتحس لا ده الانسجه دي طريه، لا الغيار ده مناسب، او الانسجه دي ناشفه. وده ما يبانش الا كمشكله في حالات الاصلاح، لان النسيج نفسه بيبقى مختلف عن الانسجه الطبيعيه اللي ممكن نعمل فيها عمليه الاول، الفيرجن اللي بدا من اول يعني. وبالتالي التكنولوجيا ليها دور، طبعا التكنولوجيا ليها دور، خصوصا ان الناس عندها برضو يعني الناس بتاعت السمنه المفرطه هي جايه من مشوار السمنه اللي كله مخاطر، مخاطر على القلب ومخاطر على الكبد ومخاطر على الكلى ومخاطر على المفاصل واكتئاب والى اخره، فجايه خايفه من طريق مظلم جدا اسمه مخاطر. واللي عايزك تتخيل المريض كده جاي من طريق كله اشباح طالعه له عفاريت لطريق بقى المفروض مفروش بالورود، اللي هو طريق ان انا هعمل عمليه واخس وابقى امور ووسيم وجميله وشيك واللبس وبتاع، مش عايز وهو في الطريق التاني ده يطلع له اشباح بقى تسريب نزيف تسريب. ف انت متخيل ما انا بطلعش من نقره اقع في ضحيره، عشان كده اهتمام الناس بالدباسه جاء من الحته دي بتاعتي. تمام، بس ما يبقاش المقابل ان احنا نلعب على الوهم ده. ايوه، يعني بمعنى انا بشبهها دايما ان انا اقول لك ورا الحيطه في عفريت ورا الحيطه في عفريت ورا الحيطه في عفريت، فانت يحصل لك انت خلاص انت بقى مستقر في كل حيطه، ان كل حيطه وراها عفريت. وانت لو انت واجهت الموقف وبصيت ورا الحيطه مش هتلاقي حاجه، او على الاقل لو سالت حد راح ورا الحيطه وما لقاش العفريت فانت هيجي لك الاحساس ان مفيش عفريت والحيطه دي امان، والحيطه دي امان وسند ليه دايما. نقصد انه المكان ده مكان محترف بيعمل العمليه دي باساليب احترافيه، مفيش مخاطره، فمفيش مضاعفات. قصدك واحد ممكن يقول النتائج هو العيان اللي عمل، اللي مر بالخبره، اللي مر بالتجربه نفسها، هو ده اصدق واحد يوصل التجربه نفسها. وده في جميع مجالات الطب. هو لما بنسال على جراح كارديوثوراسيك سيرجري مثلا بدون ذكر اسماء،
لو حد هيعمل قلب مفتوح ما بيروحش الدكتور القلب المفتوح يقول له الالات بتاعتك امريكاني ولا الماني. لا لا ما يجرؤش. او ان انت هتعمل العمليه بالطريقه الفلانيه. وفي جراحات مخ والاعصاب ما حدش بيروح يقول انت هتفتح ازاي الديسك وانا دخلت على الانترنت ولقيت ان الديسك بيتفتح بالطريقه الفلانيه. طب اشمعنى جراحات السنه؟ هو هقول لك بصراحه ليه. هقول لك انا. لا انا هقول لك ليه. طيب. وده ناتج من 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 شخصيه مريض السمنه ان هو مش حاسس ان هو مريض. بالظبط. هو احساسه ان هو بيعمل حاجه الى حد ما ترفيهيه. يعني في العياده الاخيره في اخر عياده لينا كان في زوج وزوجته. هي مقتنعه جدا انها تعمل عمليه، عندها ضغط وعندها سكر وسنها في الخمسينات اوائل الخمسينات ووزنها 110 او 115 وشافت نتائج الناس اللي قبل كده بحالات مشابهه، وبالتالي هي وصل لها نوع من انواع الاقتناع ان هي عايزه تبقى زي دي، ان السكر هيختفي زي دي صحبتها والضغط هيختفي زيها وانها توصل لحاله من الرضا النفسي كشكل. هي كانت مقتنعة جدا وبتتكلم بمنتهى الاقتناع عن العملية وبنتناقش مع بعض ومتجاوبة ما عندهاش مشكلة. كان 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 اللي واقف انتي عملية ضد العملية بغض النظر عن السبب، ممكن تكون الاسباب متعددة، هو زوجها. ضد انتي يعني في الطب يعني ضد ليه؟ وانا كنت انا سالته ليه وهو انا كنت متوقع النتيجه ان هو شايفها نوع من انواع الترفيه. هو شايفها كده؟ دي وجهات نظر ناس كتير، ووجهات نظر ناس كتير عندها سمنه وشايفه ان العمليات نوع من انواع الرفاهيه. احتمال القصه دي كانت موجوده من 50 سنه هنا في مصر اول ما بدات جراحات السمنه، لان الاكسبنس بتاعها كان عالي. ده لغايه من 20 سنه فاتوا الكلام ده. لغايه 20 سنه كانوا شايفينها نوع من انواع الرفاهيه، وان هم مختلفين عن الجراحين التانيين، وان العمليه دي مش عمليه اساسيه. حتى بدليل انه كانت ما كانش فيه قسم جراحه السمنه في 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 الكليه. وفي عندنا رغم ان رغم ان في جراحين سمنه بس كان ما فيش قسم. ما كانش في قسم متخصص في جراحات السمنه. وما بيعملش الا جراحات سمنه بس عندنا في الجامعه. بس مع وجهه النظر دي اختلفت تماما على ارض الواقع في اخر 10 15 سنه في الفتره الاخيره. وده نتيجه لايه؟ نتيجه لعدد العيانين اللي اتعملوا، وعدد العيانين دول اثبتوا ان في نزول في الوزن وان الضغط بيختفي والسكر من النوع الثاني بيروح وتغير الحاله النفسيه. فده خلى فيه نوع مشاهير لعبوا دور في الحكايه دي على فكره. مشاهير اللي في العرب، انا بتكلم على المنطقه العربيه. يعني احنا شفنا مثلا مغنيين مشهورين جدا عملوا جراحات واختلفت حياتهم 180، ممثلين بعد ما كانت خلاص قربوا على الاعتزال رجعوا تاني عايشين حياتهم وبقوا نجوم. بنات كان بنشوفهم ما فهمش اتراكتيفتي ولمسه جمال، لا بقوا جمال قوي واتراكتيف وشكلهم حلو. فالموضوع مختلف يعني. العمليه بتصغر على الاقل 10 سنين. الملامح ملامح الوش بتبدا تتحفر من اول وجديد. كل الناس تقريبا بعد وزن ال 120 وشهم بيبدا ياخد وش شكل واحد ثابت. شكل ثابت. والنحته بتاعت الوش بتبدا تختفي. الملامح الشخصيه للوش بتروح ملامحها تقريبا، لان الشكل بيبقى تقريبا شكل واحد. العمليه بتبدا، وده دي الحاجات اللي احنا بنقولها، خاصه السيدات بيبقى عندهم مشكله، بيبقوا دايما خايفين من نزول المنطقه بتاعت اسفل اللغد. الدقن واللغد والترهلات اللي ممكن تحصل. عمرنا ما شفنا عيان عمل سواء كان ميل او فيميل، راجل او ست، عمل عمليه مهما كان وزنه، مهما كان وزنه كبير
وخس بعد سنة أو سنة ونص إن في ترهلات في منطقة الرقبة أو منطقة اللغد. دي يعني أنا مش شفتهاش في حياتي في العمليات اللي إحنا عملناها، لأن الجلد في المنطقة دي عنده قدرة عالية جدا إنه يرجع لطبيعته. بالعكس الوش بيبقى مشدود والترهلات دي ما بتبقاش موجودة خالص، وملامح الوش بتبقى باينة. احتمال ممكن يحصل ترهلات في منطقة البطن أو 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 منطقة المحيط بتاع البطن. المحيط بتاع البطن ممكن يحصل ترهلات. ودايما لما بنتسأل السؤال الأول اللي هو أنا هخس قد إيه، فنبدأ نعمل المعايير بتاعتنا وديها توقعات على أساس السن وعلى أساس الوزن وعلى أساس الحركة وعلى أساس النشاط والقصص دي، فببدأ أدي توقعات عشان أحسس العيان بنوع من أنواع الأمل. طبعا ده بيبقى مبني على الخبرات اللي احنا عملناها قبل كده والعيانين اللي نزلوا قصادنا قد إيه بمعيار المقياس العملية أو حجم المعدة المتبقي اللي هو المعيار العملية نفسها اللي احنا عملناها قبل كده، فبنبدأ نديها توقعات. إنما دايما السؤال اللي بيبقى وراه على طول، طب وإيه أخبار الترهلات؟ وده سؤال ممكن بيبقى في ذهن ناس كتيرة جدا، إن أنا وزني 140 كيلو، طب أنا شكلي هيبقى عامل إزاي لما أبدأ أنزل في الوزن؟ والترهلات هيبقى وضعها إيه؟ والسؤال ده مهم عشان حاجتين. الترهلات رقم واحد، هو أنا ممكن أعمل حاجة نتجنب بيها حدوث الترهلات على مدار السنة أو السنة ونص، خاصة إن الماركت، سوري في كلمة ماركت، مليان بحاجات كتيرة جدا ضد الواقع للتخلص من الترهلات دي. فبالنسبة للترهلات الإجابة بتاعته إحنا ما نقدرش نقيم الترهلات إلا بعد سنة ونص من العملية، سواء كان تكميم معدة أو تحويل مسار. وش معنى سنة ونص؟ إحنا بنقسم الفترة اللي بعد العملية لثلاث فترات أو ثلاث مراحل، 6 شهور الأولانيين، ثم 6 شهور التانيين، ثم ثالث 6 شهور اللي هو آخر السنة ونص. 6 شهور الأولانيين دول أعلى نسبة نزول في الوزن، يعني لو هننزل توتال 60 كيلو، 6 شهور الأولانيين دول هيبقوا تقريبا هننزل فيهم 40 كيلو. 6 شهور التانيين هننزل أقل من النص، يعني لو نزلنا 60 في أول 6 شهور هننزل 20، من 15 لـ20. 6 شهور التالتين ممكن ننزل فيهم من 5 كيلو لـ10 كيلو. احنا هنلاقي توتال كده نزلنا مثلا 30 25 55، وخمسة قول 60، ما كده 60 تمام. او اعلى فتره نزول هي ايه؟ 6 شهور الاولانيين بالظبط. كويس. 6 شهور التانيين الجسم بيبدا، ده من واقع بقى شفتنا للحالات، الجسم بيبدا ياخد منظر اللي هو انتي، اللي هو ايه اللي بيحصل فيا ده، بيبدا يقاوم، فبيبدا النزول يقل، يبطئ. احتمال على الشهر السابع النزول يثبت، ما يبقاش فيه نزول الشهر السابع والشهر الثامن، من بعد العمليه يبقى فيه ثبات في الوزن. وبعد كده من الشهر التاسع، 9 والـ10 والـ11 والـ12 يبدا الميزان يتحرك تاني. طب هو ليه بيحصل كده؟ هو في اول 6 شهور او اول 5 اشهر بيحصل صدمه للجسم، فبيبدا يحصل النزول بيبقى سريع بس برضه تدريجي، يعني اول شهر اعلى، تاني شهر أقل، تالت شهر أقل، رابع شهر أقل، خامس شهر أقل، السادس يثبت، السابع يثبت، الثامن شهر يثبت، التاسع، العاشر، الحداشر، الاتناشر يبدأ الجسم ينزل تاني. ليه؟ لأنه في خلال الأربع أشهر من شهر الخامس للشهر الثامن الجسم بيبدأ يقاوم ويقول لأ، إيه ده؟ كمية الأكل قلت، أو كمية الأكل وضعف الامتصاص قله في تحويل المسار، لأ أنا ببدأ أعمل حاجات مضادة وأبدأ يعني في هرمون الميكانيزم بحيث ان انا ايه، لا ده انا ثابت الحرق، لعل وعسى يكون هو عامل رجيم ولا حاجه ويبدا ياكل هو الجسم بيفكر بالطريقه دي، فبيقعد شهر ثابت، الثاني ثابت، الثالث ثابت، الرابع ثابت، بعد كده بيفقد بتخر قواه زي ما بيقولوا في
الخلايا الدهنيه بتنهار، المخزون الدهني بيبدا يفك بقى، فبيبدا يروح يبدا ينزل تاني لغايه لما يكمل سنه. عامل زي الحصار بتاع زمان لاي مدينه كده، يبدا الحصار ده يثبت لغايه فجاه ينهار، يروح ينهار المقاومة. هو ده الجسم بيعمل كده بالظبط. كده بيعدي سنه، الست شهور التالتين دول انا بسميهم اعاده اصلاح الجسم. الجسم بقى بيبدا يشوف ايه المناطق، وده مهم جدا وسؤال مهم جدا بالنسبه للسيدات، ايه المناطق اللي خست بصوره كبيره قوي ومحتاجين ان احنا نبدا نعيد فيها الدهون من منطقه لمنطقه، احرك الدهون تملاها. وده بيبقى الحتت المتميزه قوي، ودي اللي بتشغل بال سيدات كتير، منطقه الثدي لان هي فيها كميه دهون، ومنطقه الوش. لان بعض العيانين بيعملوا العمليات على الشهر التاسع من بعد العمليه باللحظة. الشهر ال 12 بيبداوا يلاحظوا حاجتين. رقم واحد ان وشهم بدا يبقى شاحب وبدا الهيكل يترسم قوي. حاجه الثانيه ان حجم الثدي بدا يقل، وساعتها بتبقى الانتقادات كبيره جدا، انتقادات نفسيه عن طريق، على فكره ده السيستم اللي بيحصل في التخسيس العادي في الرجيم للناس اللي اوزانها بسيطه، في وقت ما بيحصل لهم الحاجتين دول اللي هو في النص. وبعدين يبدا الجسم يوجه الدهون، لو لعب رياضه بالذات بقى يوجه الدهون للاماكن اللي هو محتاجها. ما هو ده اهميه السؤال واهميه الاجابه. اللي هو في الشهر اللي هو في الشهر التاسع للشهر ال 12 بيبدا يحصل خساسان في الوش، وبيبقى موجود بشكل ملحوظ، وخساسان في منطقه الثدي، ودول بيبقوا يعني منطقتين بيهموا اي انثى موجوده في الدنيا. وبعدين يحصل تحسن في الست شهور التالتين، بيبدا يحصل اعاده توزيع، وبتبدا المناطق دي تتحسن، تتحسن بصوره كبيره جدا، خصوصا لما يكون السن مش كبير قوي. ودي حقيقه. وبالذات قصه الترهلات، كل ما السن كان اصغر كل ما كانت قدره الجلد انه يرجع لطبيعته اعلى. طب اهميه السؤال، يعني هو العيان سال انا هنزل قد ايه، السؤال اللي بعده على طول طب والترهلات، فنبدا نشرح له القصه بتاعه ست شهور ست شهور ست شهور عشان يبقى عارف الصوره المستقبليه اللي هتحصل له، وعشان يبقى عنده مناعه نفسيه ضد اي انتقادات. طب هل في حاجه تقلل من الترهلات دي او حدوث الترهلات على مدار السنه ونص؟ مفيش الا حاجه واحده بس، ومش هتقلل الترهلات، هي هتحسن من الترهلات، الا وهي ممارسه الرياضه. طبعا لان ممارسه الرياضه هتعمل كذا حاجه، رقم واحده هتزود الحرق فهتزود النزول في الوزن، رقم اتنين بتعمل استعدال للهيكل العظمي، لان في حدوث السمنه الهيكل الجسمي عضلات، لا احنا بنستعدل العظم وعضلات والعظم، ما هو العضلات هي اللي بتستعدل العظم، لما بقوي العضلات تبدا تستعدل العظم تاني. بمعنى على سبيل المثال، في ناس عندها وزن كبير قوي 150 كيلو وبيبقى عندها اللي هو المقتب كيفوز، يس، وهو ما بيبانش وهو وزنه كبير لان في كميه دهون كبيره، اول ما يبدا يخس بتبان القصص دي. مع ممكن يكون في سام سورت اوف سكليوزس اللي هو انعواج العمود الفقري، كل الحاجات دي بتبان لما بيبدا يخس. الرياضه بتعدل القصص دي، الرياضه بتقلل الترهلات، مفيش دور للاعشاب، مفيش دور للكريمات، مفيش دور للجلسات، وده مهم جدا العالي بقى عارفه. طيب زمان كان في فيلم جميل جدا اسمه اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، فاكر الفيلم ده؟ طبعا. في مشهد في الفيلم ده انا مش عارف مين اللي كان بيمثله، بس انا بحبه قوي، بس مش عارف مين. اتنين واقفين وواحد ماسك جرس كده عمال يخبط بالجرس، عمال بقى يقول ايه، يلا 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 يا جدعان، يلا يا جدعان. الكلمه اللي مش عارف يكتبها. لا دي حاجه ثانيه. هو نفس الفيلم. قال له اكتبها. فال يلا 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 يا جدعان دي اتخذت في كل حته بعد كده. في كل حته. الناس الطيبين اللي على قدهم معاه شويه لبس فارش بيهم، يلا 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 يا جدعان، يلا يلا يا جدعان. الناس اللي برضه
ربنا فتح عليهم، فتحوا محل، وقف واحد بره المحل، يلا يا جدعان يلا ادخلوا علينا يا جدعان. ناس تانية أكبر شوية، محل أضخم شوية، راح باش موقف الواد، عمل يافطة كبيرة وقال لك إيه الحق العرض قبل. أيوه هو ده. بدأت منين؟ أيوه. لغاية لما كل المنظومات في العالم بيني وبينك بتعمل الكلام ده. آه. الحق العرض قبل النفاذ الكمي، الحق 50% بمناسبة الربيع، 70% أوكازيون سنة، 50% بمناسبة عيد الأم، معرفش. تلفزيونات، كاسيت، موبايلات، الجمعة السوداء، الجمعة البلاك فرايداي، هي جوع البيض، الجمعة البيض يعني. كل ده في الحالة مفاجأة كانت لينا نبقى في الطب، إنه بعض الناس في الطب طلعت في السوشيال ميديا اعلانات يلا الحق. على فكره بس عشان انا عارف ان انت دايما يا عيني حاسس ان جراحه السمنه هي المظلومه، لا اطمنك ده في كل فروع الطب، مش اطمنك يعني، انا اقول لك يعني ايه. انت مش لوحدك. اعزيك يلا الحق بسرعه نعمل عمليه الكاتاركت او عمليه الليزك بسعر كذا. فتقعد اقعد مع الناس بتوع الرمد واحنا قاعدين في الاوضه جوه، يكاد يتنط استاذ العيون للسقف، يخبط وينزل تاني، يقول لي ده مش تمن المستلزمات بتاعه العمليه الحقيقه. في الجلديه يقول لي ده ليزر ايه اللي النبضه بكذا، اذا كان الجهاز اساسا الليزر اللي تمنه كذا. في الحقن المجهري نفس الكلام، اشمعنى يعني جراحه السن؟ فالحق العرض. المرة الجاية هتقول لي ده وراء ايه؟ هستغل بقى يعني ايه ان احنا بنصور بالليل قوي، واسمع منك خفايا هذا العالم بتاع الحق العرض. هو في عرض بجد؟ ما انا بقى هتقمص لك دور حقيقي. مش يمكن الناس دي ضميرها حلو وعملت لنا تخفيض؟ أنا بكلمك بمنتهى الصراحة، الناس بتفكر كده. طب نشوف الفيديو. طيب نشوف مانشيت. أنت نورتني. تسلم. ضيفي العزيز المبدع، دائما بستمتع بالحوار معاه، بجد ده بجد. ربنا منتظر هذا الحوار، مش عشان الصداقة القديمة، ولا عشان أنا عارف إن أنا بستضيف واحد من أهم أساتذة جراحات السمنة في العالم العربي، لا لأنه أنا على المستوى الإعلامي بيرضيني جدا، على المستوى الطبي طبعاً ببقى سعيد في كل الأحوال. لكن الإعلام بالنسبة لي إن أنا أعرف الخبايا، أعرف الناس بتفكر إزاي، أعرف الكواليس زي ما بيقولوا كده، الباك يارد فيها إيه في هذا العالم. الحلقة الجاية هنسمع حاجة جديدة جدا في حوار خاص بجراحات السمنة، حقيقة العروض التي نسمع عنها ما بين النصب والاستهزاء بعقول المرضى وضرب الحائط بالقيمة المهمة جدا للمستلزمات الأصلية، وده استخفاف بعامل مهم اسمه الأمن والأمان. أكيد هتسمعوه في مانشيت مع ضيف العزيز أستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم.